ثم أختتم بقراءة لصحافة الغد مع الأستاذ عمر البانوبي، وهو المسؤول عن صفحة نادي هال سيتي بموقع الفيسبوك، وجايب لنا الحقيقة سي دي مليان لقطات مهمة جدا وفيديوهات بتذاع لأول مرة. خلينا أسأل بس عمر الأول، دي الصفحة الرسمية بالمنطقة العربية لهال سيتي، للنادي، للنادي بتاع هال سيتي. طيب كلمنا عن الحكاية بتاعت فتحي كده وجده. يعني هو طبعا بعد انتقال الكباتن احمد فتحي ومحمد جده النادي هال سيتي، طبعا لشعبيه النادي الاهلي الكبيره، النادي حب يتواصل مع الجماهير لانه لقى طبعا زي ما حضرتك عارف هجوم من الجماهير المصريه على الصفحه الانجليزيه. والعدد كان كبير، يعني هي الصفحه الانجليزيه كان فيها 15,000 مشجع لنادي هال اللي هم الانجليز. 15,000 بس. اوكي. بعد الفتره اللي هي اول 3 ايام وصل فيهم جده فتحي ان هو تعاقده مع النادي رسميا، الصفحه وصلت انها بتزيد، وصلت 30,000، 35، النهارده بقت 55. 55,000 ده في الصفحه الانجليزيه ما شاء الله. فطبعا العدد كبير، كان لازم يتعمل صفحه ناطقه بالعربيه لزياده التواصل مع الجماهير المصريه وتقديرا للنجوم الموجوده، لان كمان في كابتن احمد المحمدي، يبقى كده 3 لاعبين بخلاف بس دول بتوع الاهلي بقى. دول الاهلي الجماهيريه الكبيره. بالظبط. كمان مالك النادي دكتور عاصم علام مصري، ونائب رئيس النادي ايهاب علام برضو اخوه. ابنه. ابنه. ايوه. واخوه جلال علام، كابتن جلال علام بتاع السكواش. اخو عاصم. واعتقد له اخ كمان صحفي هنا. صحفي كبير. طيب ايه بقى، يعني كلمني عن انطباعات الانجليز ورايهم في جده وفتحي، وانا عارف انت جايب لنا بعض الفيديوز كده هنشوف. هو الانطباعات اللي موجوده حاليا خدها الجماهير، واشرح لنا اي حاجه على الشاشه احنا مش عارفينها. تمام. يعني ده كابتن احمد المحمدي، ودي الصوره، دي اول صوره رسميه طلعت من النادي لجده فتحي مع المدير الفني ستيف بروس. اول ما وصلوا دي صورهم في ملعب التدريب في هال. احمد فتحي في مباراه روسترهام اللي هي اول ماتش لعبه كان مع الفريق الثاني او الرديف. دي صوره من ماتش ديربي كاونتي، كان محمدي وجده سجلوا الجونين اللي جابوا الثلاث نقط، وده جده في نفس المباراه في ديربي كاونتي برضو سجلوا جونين. جون هو جون وجون جون وجون جده جون، والمحمدي كان جول في جاب جول. المحمدي جاب جول الفوز في الماتش الاولاني، ولذلك كان احتفاله جنوني بالهدف ده. جده في الماتش اللي فات شارلتون اتلتيك جاب الهدف الوحيد اللي جاب ده من 43 سنه ما كسبوش شارلتون. دي الصوره طبعا، دي التيشيرت موقع من جده وفتحي والمحمدي، عملنا عليه مسابقه بعد الماتش شارلتون اتلتيك وكسبها واحد، وكسبها واحد ومضوله عليها، ومضوله عليها وتتبعت له. دي هنا كان تصريح، اول تصريح قاله المحمدي عن جده، وقال بيقول ان الاجوان اللي جده هيجيبها هي اللي هتقدر تاهلنا للدوري الانجليزي الممتاز البريمير ليج. ده المحمدي، ده المحمدي للبي بي سي. أوكي. هنا ذا سان بتتكلم على ان ده اول فوز لهال سيتي على تشارلتون اتلتيك من 43 سنه بهدف جده، والصوره طبعا لجده. طبعا دي صحيفه انجليزيه عظيمه جدا. هنا الديلي ميل برضو بتتكلم على تالق جده ومساعدته لهال سيتي في بتسجيله الهدف الثاني له في المباراه الثانيه على ملعب كينغستون كوميونيكيشنز اللي هو ملعب نادي هال. وحاجه عظيمه ان صحف عظيمه زي دي بتهتم بالقسم الثاني. طبعا دي اخر تصريحات للمدير الفني ستيف بروس عن جده. طبعا بيتكلم على ان جده عايزه يستمر على هذا المستوى في ال 14 مباراه الباقيين، لان احنا بقينا 14 مباراه. دي تصريحاته. هنا برضو ستيف بروس بيتكلم على ان النادي بقى له 14 مباراه، لو كسب منهم سبعه بيقول هصعد دوري ممتاز بالسبع ماتشات. اوكي. لكن يهمني ان جده يصير على نفس المستوى. تمام. وهنا؟ هنا ده اللعيب ايرلندي ديفيد ميلر من نجوم الفريق، بيتكلم عن جده وعن تألقه وعن اهدافه اللي هتساعد الفريق في التأهل للدوري الممتاز. ده لاعب اساسي؟ لاعب اساسي ديفيد ميلر. هنا ده طبعا الجدول الترتيب. احنا في المركز الثاني، المركز الثاني بيؤهل مباشرة، عشان نشرح بس نظام المسابقة. الاول والثاني بيصعدوا مباشرة للبريمير ليج. اوكي. من الثالث للسادس بيلعبوا دورة بعد نهاية الدوري. كل فرقه بتلعب ماتش مع الثانيه، يعني مثلا الثالث والخامس يلعبوا ماتش، والرابع والسادس يلعبوا ماتش. اوكي. بعد كده بيتبقى الكسبان والكسبان بيلعبوا ماتش فاصل على ملعب ويمبلي العريق طبعا، واللي بيكسب بيصعد دوري ممتاز. يعني ثلاث فرق بيصعدوا. ثلاث فرق بس. اوكي. هنا بنتكلم عن الماتش بتاع بكره ان شاء الله. هال سيتي وبلاك بيرن روفرز، الماتش قوي جدا. دي سبورتس مول بتتوقع ان الثلاثه اللعيبه بتوعنا ان شاء الله هيلعبوا اساسيين في التشكيل، لان طبعا كابتن احمد فتحي نزل في الدقيقه 57 من الماتش اللي فات بعد اصابه بول ماكشين، والفرصه كبيره جدا للكابتن احمد فتحي انه يلعب اساسي مع جده ومع المحمدي. جميل.
في فيديو ولا حاجه جايبه موجوده. ده اول ظهور للكابتن محمد جدو في هال سيتي دي المدينه. فريق كبير هنا سمعوا لنا كده ان انا اقدر اقدم اضافه وان انا اساعدهم ان شاء الله ان احنا نصعد البريمير ليج ان شاء الله. He's very happy to be coming to Hull City. He wishes that he could be an addition to the squad and help the team win promotion and get to the Premier League. Okay. How exciting a challenge is this coming to England to play? طبعا مغامره كان اول تجربه ليا في انجلترا هنا في الاحتراف. اتمنى رب ان انا جو جديد عليا فاتمنى ان انا اكون على قد التحدي ده الموجود وان شاء الله رب اقدر اقدم اضافه كويسه يعني واسيب ذكرى كويسه في انجلترا يعني. It's an adventure considering this is his first appearance in England. He hopes to be up to the challenge and that he can leave something for fans to remember in the UK. Okay. Is it important that Elmo is already here and the club has Egyptian owners? أكيد طبعا محمدي موجود هنا فساعدنا كتير ومع فتحي فتلاتة مصريين في موجودين في حته واحده فده يسهل الامور عليا شويه يعني وهيساعدني اكتر ان انا اتاقلم بسرعه مع الفريق وان احنا نقدر نأدي ده كويس شويه. واصحاب النادي انهم مصريين برضه بيصير حاجه. برضه كمان رئيس النادي المصري فانا حاسس يعني ان انا مش غريب يعني ان انا هنا جاي في وسط مصريين برضه حاجه كويسه هتساعدني التاقلم بسرعه وان انا ادي اداء كويس مع الفريق ان شاء الله. The presence of all his Egyptian compatriots from the players and the chairman of the club will definitely make it easier for him to adapt and he hopes to adapt quickly. He believes that the available conditions wouldn't make him feel as a stranger. Okay, excellent. How fit are you? Are you ready? Are you match fit? Yeah, the match بعد بكرة برا ملعبنا يمكن احنا لسه عاملين ماتش امبارح مع تشيلي فانا ان شاء الله باذن يعني جاي لسه من سفر فان شاء الله بكره ان شاء الله اكون جاهزين للمباراه ان شاء الله يعني. He just came back from playing against Chile yesterday. So hopefully by tomorrow he'll be ready for the game. Okay. Well, it's really nice to see. I've got to check one thing for the commentary. How do we pronounce your name so we get it right? اسمك ازاي؟ تقعد. جدو. جدو. جميل جميل. اعتقد جاب لنا حاجه ثانيه غير ده. تصريحات هنشوفها بعد شوي. لا انا عايز اسالك انت بقى يا طه وانت راجل بقى درست في الفيفا وما شاء الله يعني رايك ايه يعني السفراء بتوعنا المصريين دول لما راجل مذيع ده مذيع معروف في انجلترا ويروح يكلمهم ويقف معاهم وبتاع وتتذاع على التلفزيون طبعا ده سبق بالنسبه لنا بشكرك عليه ان انت اديتنا اللقطات الجميله دي. دي تمنها ايه بالنسبه لنا كمصريين؟ تمنها كتير جدا لو هو هيستمر. لو هو هيستمر لان المشكله احنا ياما بعتنا لعيبه كويسه على المستوى الفني ان هو كلاعب ممتاز بس استمراريته بقى هل قدر ان هو يكمل في اوروبا ولا رجع؟ ولما بيرجع حضرتك لو شفت الاسباب اللعيبه بترجع عليها هتلاقيها ملهاش علاقه بمستواه الفني. ليها علاقه بمستواه الايه؟ الاخلاقي والالتزام وكده. طب انت متوقع ايه لجده تحديدا بمعرفتك بشخصيته؟ والله يعني اعتقد ان جده يعني في الفتره اللي قضاها في النادي الاهلي كان ملتزم وكان كويس ما اعتقدش ان هو هيبقى عنده مشاكل بس لو هو قدر ان هو يتاقلم بسرعه مع التعليمات اللي هو هياخدها خلال الفترة احترافه بالظبط لان في لعيبه زي ما حضرتك كنت بتقول في اول الحلقه ده قعدني على الدكه حضرتك علقت يعني طب ما تقعد انت بعد كده هتشد حيلك وهتنزل تاني مجرد فكره ان انا اعترض وفكره ان انا افتكر نفسي اكبر من ان انا اقعد على الدكه لا ده كلام صحيح.